أنا اسمي عمر أمير علاي، مخرج أفلام تسجيلية مخضرم، لأنه صار لي 20-40 سنة بالمهنة. السينما فرضت نفسها علينا، على العالم كله بما في مجتمعنا، مجتمع السوري، وما كان ممكن تجنب هالوسيلة التعبير الجديدة اللي اسمها السينما، لذلك كلنا أصبنا فيها. كانت وسيلة على الأقل بالنسبة إلي أنا، من خلال السينما التسجيلية، وسيلة مهمة على أني أنا اكتشف من خلال السينما، اكتشف نفسي، اكتشف الحياة، اكتشف الناس، واكتشف الواقع اللي أنا عايش فيه. أنا أعتقد اليوم أنه السينما لا تلعب أي دور مقابل الدور المتنامي والأساسي والمؤثر جدا للتلفزيون، للأعمال التلفزيونية، المسلسلات الدرامية التلفزيونية السورية، اللي عم تلعب دور أنا برأيي مهم جدا، وهي اللي عم تستطيع اليوم تتجرأ وتخترق المحرمات وتخترق الممنوعات لتحكي عن موضوعات مثلا يعني محظور على السينما أنه تتناولها. لذلك الهامش اليوم عم يتوسع لصالح مزيد من الحرية بتناول ما كان يفترض أنه يكون محرمات في السابق، الحكي عن الجنس، الحكي عن العلاقات، الحكي عن الطلاق، الحكي عن التناقضات الاجتماعية، عن الفساد إلى آخره. هذا الشيء عم نلاقيه اليوم بالمسلسلات العربية السورية تحديدا، خلافا للسينما يلي واحد بيقدر اليوم يعلن هيك بكل ارتياح انه ماتت السينما ويعيش التلفزيون.